مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد وموضوع جديد من برنامج A Votre Santé من أجل صحتكم من قناة الاقتصادية الأولى. رمضان كريم ومبارك وصحي للجميع. اليوم سنتكلم عن مشكلة صحية شائعة عند الكثير من الناس وتزيد أعراضها خلال شهر الصيام، وهي متلازمة القولون العصبي أو القولون المتهيج. هذا المرض الذي يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في التعايش والتأقلم معه أو للتخلص منه بشكل نهائي. فمع شهر رمضان الكريم يزيد التساؤل حول تأثير الصيام على القولون العصبي، أو كذا إن كان الصيام مفيد أم لا لمرضى القولون العصبي. للحديث أكثر عن الموضوع أسعد باستضافة الدكتور شفيقة مالك، طبيبة مختصة في أمراض الجهاز الهضمي والمعدة. أهلا بكم دكتور، وشكرا لحضوركم معنا في الحصة، ورمضانكم كريم. أهلا وسهلا، رمضان كريم ليك ولجميع المشاهدين. إذا اليوم سنسلط الضوء عن متلازمة القولون العصبي، نعطي بعض النصائح والإرشادات من خلالكم التي من شأنها تحسين نوعية وجودة حياة الأشخاص المصابين بهذا المرض. لكن قبل ذلك أدعوكم لمشاهدة تقرير حول الموضوع ثم نعود إليكم. إمساك، إسهال، انتفاخ، تشنج، عسرها كلها مشاكل صحية ناتجة عن خلل في وظيفة القولون. متلازمة القولون العصبي أو القولون المتهيج تعتبر أكثر الأمراض انتشاراً بين أمراض الجهاز الهضمي، وهو مرض يصيب النساء أكثر من الرجال، كما قد يعاني منه كذلك بعض الأطفال والرضع. متلازمة القولون العصبي ليس بالمرض الخطير ولا يؤدي إلى مشاكل أخرى أو تلف بالجهاز الهضمي، إلا أنه مرض مزمن يؤثر سلباً على نوعية حياة الشخص، فهو اضطراب في التفاعل بين الدماغ والأمعاء تصاحبه مجموعة من الأعراض مثل آلام في البطن، تغيرات في اتساع حركات الأمعاء، كذا مشاكل نفسية مثل القلق، الاكتئاب الشديد والتعب المزمن. هي أعراض تختلف من شخص لآخر وقد تستمر لفترة طويلة. لا يوجد سبب واضح لهذا المرض، لكن أغلب الدراسات تشير إلى أنه لديه علاقة مع الأكل بالإضافة إلى قلة النوم وشدة الأعصاب. وحسب المختصين فإن الصيام يعتبر علاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية، خاصة الجهاز الهضمي، القولون والقولون العصبي. فهناك من يشعر بتحسن كبير في الأعراض خلال شهر رمضان، وآخرين تزيد لديهم الأعراض لسبب طبيعة الأكل. مرض القولون العصبي ليس له علاج نظراً لأسبابه المجهولة، إلا أنه مرض قابل للتحسن إذا اتبعت نصائح الأطباء التي تتمثل في تناول الأكل بشكل تدريجي وتجنب الأكل بسرعة، ممارسة الرياضة والإكثار من شرب السوائل والإكثار كذلك من الأطعمة المحتوية على الألياف، والابتعاد قدر الإمكان عن مسببات القلق والتوتر والضغوطات النفسية. دكتور، اليوم موضوعنا هو القولون العصبي في شهر رمضان. في البداية لو أنه نتعرف عن القولون العصبي ونفرق بين متلازمة القولون العصبي وأمراض القولون أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى. القولون العصبي هو مجموعة أعراض اللي يبانوا عند المريض بسبب خلل وظيفي في القولون ديالو. حاب يقول المصران ديالو، القولون تاعو راهو ما فيه حتى مرض. حاب يقول درنا تحاليل ودرنا اون كولوسكوبي، هذيك الراديو تاع المنظار اللي نشوفوا داخل المصران، نصيبو ملي ما كاين حتى مرض، ولكن المريض عنده الام، عنده يعني الاعراض موجوده، الاعراض موجوده، بصح ما كاين حتى مرض باين. هذا هو التعرف ديالو، يعني راهو كاين سي ان تروبل دو فونكسيونمون دو كولون، يعني مرض وظيفي وليس عضوي. وليس عضوي، نعم. الاسباب ديالو كما قلتي الضغوطات والاخطاء الغذائيه، هذو هما الاسباب الرئيسيه. نعم، يعني قلنا في التقرير انه هو مرض يصيب النساء اكثر من الرجال، لماذا؟ كاين ربما عوامل هرمونيه لي هرمون. وكاين ثاني الارهاق، ربما المراه عندها ضغوطات اكثر من الرجل وتتحمل ربما اكثر. ربما كاين هذا السبب. ربما هي سي دي زيتود ايبيديميولوجيك، ما كاش هكذا حاجه طبيه سيانتيفيك، سي دي زيتود ايبيديميولوجيك. لاحظوا باللي المراه تتاثر اكثر من الرجل، ربما العوامل النفسانيه، يعني يصيب حتى الاطفال والرضع. نعم كاين خاطش ثاني عوامل تاع لو ميكروبيوت، هذاك البكتيريات النافعه كي ما يكونوش ملاح، كي يكون فيهم خلل ثاني يقدر يكون يسبب في ظهور اعراض القولون. يعني عند الرضع، عندما نتكلم عند الاطفال، هل يعني يقدر يورثوا على يماه ان كانت مسبب بريديسبوزيسيون؟ ربما كيفاش نقولوا ماشي هيريديتير، بصح كاين اون بريديسبوزيسيون، شغل كاين حالات عائليه اللي يظهر فيهم اكثر من اسر اخرى. كيف نفرق بين القرحه المعديه وبين القولون العصبي؟ يعني ربما الآلام هي نفسها، الآلام مختلفة. القرحة المعدية تظهر كي نكونوا صايمين، حاب يقول كي تكون النسبة تاع الحموضة في المعدة عالية راهي تأثر وتمد لنا جروح داخل المعدة. مي بصح في القولون العصبي المريض كي يكون صايم بصفة عامة يكون مليح، يقول لك نكون مليح كي نكون صايم، كي ياكل بعد ما المصان تاعنا نطلبوا له يعمل، تما اللي يبان لنا الاعراض مثل غثيان، النفخ، الام. يعني بالحديث عن الصيام، قبل ما ندخلوا نهضوا على الاسباب والاعراض، نهضوا على الصيام والقولون العصبي. كيف يكون الجسم اولا في حاله، عندما يكون في حاله في فترة الصيام، ماذا يحدث في الجهاز الهضمي او في الجسم بصفة عامة؟ لازم نعرفوا باللي الصيام مفيد للصحة. المشاكل اللي يظهروا لنا راهم راجعين للمائدة الرمضانية تاعنا، الأخطاء في التغذية تاعنا هو اللي يسببوا لنا الأعراض. يعني لو كان نفهموا فوائد الصيام. حكينا على فوائد الصيام، يعني كيف يكون الجسم في حالة صيام عندما نمتنع عن الأكل والشراب لفترة معينة. الجهاز الهضمي يكون في حالة راحة، على بالنا بلي الأمعاء تاعنا كي نكونوا ناكلوا ولا العمل ديالهم، الدور ديالهم يدير لنا عملية الامتصاص تاع هذوك الجزئيات الغذائية باش يروحوا لنا للدم. كي نكونوا صايمين راهو في حالة راحة، واش يدير الجسم تاعنا؟ يروح يغتنم هذيك الفرصة باش ينظف الجسم ديالنا، هذوك السموم، البكتيريات، لي فيروس، لي باغازيت، يروح يخلصهم، يروح يقولوا يوصل يتخلص منها، يروح عبر الدم يوصل هذوك لي توكسين، هذوك السموم للمصران باش قلنا يخرجهم، يطرحها في الجهاز الهضمي تاعنا، يروحوا مع البراز. اكرمكم الله. يعني شوفوا بلي في كي واحد يكون صايم الدور تاع المصان راهو يختلف، ما تكونش عندنا عمليه الامتصاص، يكون عمليه تخلص من السموم، هذه حاجه تنفعنا. يتخلص ثاني من الخلايا اللي راهم بداو يكبروا، بداو يكون فيهم خلل، كاين ميم الخلايا السرطانيه. وهاد كي يخرجهم كاين لي نوتريمون اللي فيهم راهو يعاود يستعملهم باش يعاود يجدد الخلايا، باش يكون شغل يعاود راجوني هذوك لي سيلول، كاين ان راجونيسمون دي سيلول، الخلايا تاعنا تتجدد. وثاني يعني اون بليس من لا ريباراسيون تاع الخلايا تاعنا، لو ميكروبيوت ولا هذوك البكتيريات النافعه يصيبوا روحتهم باش يعاودوا ينظموا روحتهم، النسبه تاعهم تتغير، كاين شغل ريكيليبر تاع لو ميكروبيوت. والفرصه تاع رمضان الناس اللي يحبوا يشيانوا، على بالنا باللي الطاقه راهي ماشي تجيب من الماكله، راح الجسم تاعنا يستخرجها من الكبده ومن من الدهون اللي راهم لي تيسيو اديبو، لو تيسيو غريسو، راح يتخلص من الطاقه اللي فيها، الانرجي هذيك يوتيليزيها باش يقدر الاعضاء الحيويه تقدر تكمل تخدم. صافي هذه حاجه اللي تعاون الناس اللي يحبوا يشيانوا، راهي فرصه لهم. يعني بالنسبه للقولون العصبي، الصيام هل له تاثير ايجابي ام سلبي؟ يعني قلنا في التقرير انه كاين بعض الحالات وين الصيام ينقص من الاعراض، وكاين حالات اخرى ربما الصيام يزيد من الاعراض. كي نكونوا صايمين اللي عندهم قولون عصبي راهم يتحسنوا، يكونوا ملاح كي يكونوا صايمين. المشكله راهم كي يروحوا ياكلوا راهم يديروا اخطاء في التغذيه، اخطاء في نوعيه الاكل اللي ياكلوه، واخطاء كي ياكلوا بسرعه. كاين غير يأذن يجري يلهف على الماكله. يعني كي نشوفوا لو كان نفهموا الفائده تاع الصيام للجسم ديالنا، كي نروحوا ناكلوا نقولوا لا ما نكسرش العمل تاع الجسم تاعنا، راهو منظم، راهي سي اون ماشين، راهي مصنع يسي يتخلص من الحاجات اللي ماشي مليحه، راهي نافعه للصحه ديالنا. ومن بعد حنا كي نروحوا ناكلوا بسرعه، ولا نروحوا نخلطوا في الماكله اللي ثقيله، نصدموا المعده. كاين ان شوك، يعني ربما في حالات تكثر في الاستعجالات خاصه في شهر رمضان، يعني مثل هذه الحالات، حالات التخمه، حالات الايام الاولى، خصوصا الايام الاولى كاين نعيطوا لها ديسبيبسي كما كي تقولي التخمه. راهم كاين مشكل في الهضم، الناس ياكلوا يتشهاو في النهار، يشريو حاجات بزاف ويحطوهم قدامهم، تعمر الطبله، تعمر الطبله، تشوفي هذيك الطبله يولي ياكل منه ومن ومن، وياكل بسرعه ويشرب الكازوز، ياخذ ديزيكسيتون، هذا كامل يعطل عمليه الهضم. كي واحد ما يهضمش واش يصرالو؟ يصرالو انتفاخ، يقدر يجيه الم، يحب حاشاكم يتقيا، وهذا كامل يمدنا فشله. كاين اللي يجيهم خباط، بالبيتاسيون، دوخه، يحسوا روحتهم ماشي ملاح. هنايا راهو هنا في السلوكات، راهو المشكل موش في الصيام، راهو في السلوكات كي 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 نروحوا ناكلوا. هاد الاخطاء لازم نجنبوها، بالخصوص لو كان نكثروا في الإدام الحلو. وثاني كاين بزاف اللي يقول لك انا نكون شايط ناكل حاجه، نشرب عفوا ما بارد ولا جو بارد ولا، هذا الثاني راه يعطل عمليه الهضم. يعني كيف يجب ان تكون مراحل الافطار حتى لا نصدم ونضر ونجهد الجهاز الهضمي، وكيف يكون الافطار بالنسبه لمريض القولون العصبي؟ يعني مراحل هي مراحل، لازم الاكل يكون تدريجي. يعني كسر الصيام اولا، كسر الصيام ما هي الطريقه الصحيحه؟ الطريقه الصحيحه مليح كي نكسروا الصيام ثمره، ما نكثروش، خاطش لانهم كولون عصبي يجيهم غازات، يجيهم لي بالونمون. ياكلوا تمره، التمر راهو فيه السكر، يطلع لنا هذيك الفشله تعاود تتنحى لنا، وفيه الياف، يعني الالياف يعاونوا عمليه الهضم. وناخذوا كاس ماء معاه، الماء مليح، الماء يكون درجه الحراره لا تمبيراتور امبيونت، ما يلزمش يكون بارد. نفضلوا على الحليب ولا على البن، لانهم يكونوا عجل الانتفاخ. كي نشربوا الماء وناكلوا نديروا اون بوز، نديروا فتره راح نخلو المعده واش قلنا ما تكونش فيها حاله الاستدامه، توجد روحها بالعقل. نقول لهم المرضى ديالي، نقول لهم شغل الطوموبيل تكون اون غوداج، كيفاش نبداو نستعملوها؟ غير بالعقل، ما نروحوش بالخف نديروا السرعه، هكذا كنخليو الوقت المعده تاعنا باش تخدم. ومن بعد نروحوا من الافضل مأكولات سائله. حنا الجزائريين كاين شربه ولا حريره ولا، هذه حاجه مليحه خاطر راهي سائله، ما نتعبوش بزاف المعده ديالنا. وفيها ثاني خضر، الخضر يعاونونا بزاف في الهضم، الالياف يجيبونا ثاني دي سيل مينيرو، يمدونا شنو نقولوا لي سيل مينيرو، املاح المعدنيه. وثاني الماء اللي فيه ماهين اللي راح يعاود يغيدغات لو كور، راح يعاود يمد الماء للخلايا اللي كانت ناقصه من الماء. وكي نجوزوها ماشي بحاجه ميدمه، حنا نحبوا البوراك ولا لابغيك ولا، ننصحهم هنا تكون اوفور. النقص من المقليات. نعم، الإدام المقلي يعني ما ننصحوش بالخصوص. يعني المكونات حتى المكونات يدمى كما قلتي، ونزيدوا القليان ونزيدوا ماشي مليح. لا لا هذيك نفضلوا كل حاجه وفوق. مام كاين يحبوا يقول لك وفوق ولا فابور ولا بون كيما البريك ولا يعني من الافضل وفوق. وهنايا نفضلوا ثاني باش نشبعوا بالخف. الالياف راهم يمدوا لنا هذيك لا ساتيتي، صافي نحسوا بلي شبعنا وتقنعنا بالخف، ماشي ما نكثروش باش نخليو الوقت للمعده تاعنا باش تدير عمليه الهضم. هنا ثاني ننصحهم شلاضه، شلاضه هي فيها الياف، فيها بالخصوص كي الطماطم الخيار يمد لنا املاح معدنيه، يمد لنا دي فيتامين، ويمد لنا ميهين يدغطيو لنا الجسم ديالنا. ونذكروا تاني عندنا وقت من الافطار حتى الامساك، وقت شاسع شاسع ما يطلبش ناكلوا كلش على ضربه، باش نقولوا ما نخلعوش المعده تاعنا والجهاز الهضمي تاعنا، نروحوا معاه غير بالعقل. وما ننساوش نشربوا الماء. راه كي نهضر على الماء ما ننساوش، بصح ما نشربوش تاني على ضربه. ناخذوا دائما كي ناكلوا ولا كي نشربوا دائما نديروا دي بوز، نديروا فتره دي بتيت كونتيتي، فتره صراحه على فترات باش ما ندخلوش في هاد لا ديسبيبسي ولا في مشكل في الهضم. نكملوا دائما مع الاكل قبل ما نوليو للاعراض للاسباب. نكملوا مع السحور، كيف يجب ان تكون وجبه السحور؟ انا ننصح الناس الصائمين باش يسحروا، ولكن لازم تكون يعرفوا النوعيه اللي عندهم مشاكل صحيه، خاصه اللي عندهم مشاكل صحيه ولا بصفه عامه. مليح السحور، خاطر السحور قد ما ناخروه مليح باش الجسم تاعنا يكون فيه لي بروتيين، فيه السكريات اللي يخليوه يشد نهار اللي يكون صايم فيه. النوعيه ننصحوا لي سكرولون كيما خبز، بالخصوص الخبز الكامل لو بان كومبلي. نجوزوه اللي يحبوا الفرماج، الفرماج برك اللي عندهم لا طونسيون يجتنبوه. ننصحوا معاه بروتين، مثلا بيض ولا اسكالوب، ثاني هذيك يعاونهم. ثاني الفاكهه، بنان، البنان اللي راح يعاوننا باش نشدوا في النهار. هنايا يتجنبوا الحاجه الحلوه، خاطرش كي ناكلوا حاجه حلوه واش راح يصرى لنا؟ السكر تاعنا يطلع بالخف، راهي هذه حاجه اللي راح تكون عندنا افراز تاع الانسولين بالخف بكميه كبيره. سيت هذاك السكر تخبيه في الاعضاء وفي الكبد، صافي بالخف بعد 6 سوايع 8 سوايع يحبطنا كميه السكر، راهو تخبى كامل. تما واحد يشعر بالفشل، بالعيا، يحس بالجوع، يحس روحو ماشي، يقول لك انا غلبني رمضان. بصح كي ناكلو حاجه اللي لو سكرون يشدنا، خاطرش الانسولين تكون افراز تاعها غير بشويه، وراه يتخبي السكر غير بشويه باش يقدر يشدنا الفتره تاع 16 ساعه. نعم. بالنسبه للرياضه لمرضى القولون العصبي ننصحهم بها، ننصحهم يعني نقطة مهمة، نقطة أساسية، نقطة مهمة عندها نافعة تعاون لي موسكل تاع الجهاز الهضمي يعملوا خير، راهم اون فالي ستيمولي اون بليس، تنحي لنا هذوك الضغوطات، هذوك الطاقة السلبية راهي تخرج لنا عرق. وكي نقولوا الرياضة دائما نقولوا معاها الماء، ما ننساوش الماء، يعني فترة الرياضة في رمضان. الو في رمضان كي يعني ما يديروش الرياضه في الصباح و يعني حنا واش نصحوهم؟ نصحوهم جوستومون يديروهم في الساعات الاخيره تاع الصيام باش بالخف يقدروا ياكلوا ويشربوا الماء. نصحوهم ساعه، اللي ما يقدرش يخليها في بعد، نقولوا ساعتين قبل الفطار، ساعتين بعد الفطور. فيه بعض الأشخاص اللي تأتيهم الأعراض على شكل ضيق تنفس، تسارع دقات القلب، تشوش في النظر، كذلك من يعانون من وسواس الموت والخوف من الموت، يعني كلها أعراض نعرفوها عند أشخاص مصابين بالقولون العصبي. ما علاقة كل هذه الأعراض بالقولون العصبي؟ القولون العصبي عنده علاقة مع المخ، كل حاجه تاثر على المخ راهي تبعث رسائل للمصران ديالنا، ومن بعد المصران تاعنا كي يتاثر راهو يكون عندنا يعاود يكون رد الفعل تاعو يبعث رسائل للمخ، يعني كيما نقولوا سي ان سيركل فيسيو. المخ يضرب المصران والمصران يعاود يضرب المخ. كي يكون في حاله واحد يكون ضغوطات ولا المصران تاعنا يتنفخ يحجر الغازات. كي يتنفخ المصران يعني كي وريتينا من قبيله كيفاش عامل المصران راهو ستنكادر، بالخصوص المصران اللي يكون هنايا لو كولون ترانسفيرس يتنفخ بزاف كيما اون شامبر اير. واش يصرى؟ راح يزير على الجهاز التنفسي وعلى القلب. واش يصرالنا؟ يصرالنا خباط ولا ضيق في التنفس. المريض كيحس روحو هكذا واش يصرالو؟ يتخلع، يقول راح نموت. يعني سي رياكسيون نورمال. يعني اغلبيه المرضى يقولوا يهضروا على وسواس الموت، يقول لك خلاص راح نموت. الوغ هذيك لا بانيك راح تزيد لهم الاعراض. يعني لازم اللي عندهم كولون عصبي يفهموا واش راهو صاري باش هذيك لا بانيك ما يديروهاش. لازم يعرفوا باللي كي يكون ما يقدروش يتحكموا فيها هنا لازم ادويه. عندنا مشكل مع المرضى كنقول لهم لازم تاخذوا ادويه اللي ينحي لكم الارهاق، اللي ينحي لكم حاله الاكتئاب، خاطر يمد بزاف حالات الاكتئاب اللي كاين عندي مرضى اللي يتبعوا اللي ياخذوا هذه الادويه بعد 6 شهور بعد يقولوا في حاله رائعه، يقولوا لي كنا شربنا هذه الادويه من قبل. هذا باش يعني باش نقولوا باللي الارهاق راح يمد اعراض، وهاد الاعراض نقدروا نفهموهم وكاين ادويه. وثاني هنايا الرياضه تعاوننا بالبزاف باش تخرجنا هذيك الطاقه السلبيه اللي في عود هذوك الرسائل يروحوا للمصران يخرجوا عرق. تقريبا كل الامراض مرتبطه بالاكل وبنمط التغذيه. نعود نولوا للاسباب، اسباب القولون العصبي، ما هي العوامل المرجحه للاصابه بهذا المرض؟ يعني نفصلوا شويه فيها. كاين واش قلنا الارهاق هضرنا عليه، هذوك قلنا بلي هذوك الرسائل اللي من المخ يروحوا هذا سبب مباشر ربما بسبب يمد لنا اضطرابات، يمد لنا دي تروب لا كونتراكتيليتي. وكاين الماكله، كاين الماكله اللي حاط عندها اثر على على نوعيه العمل تاع الجهاز الهضمي. قلنا الإدام راح ياثر، قلنا كاين بعض المأكولات اللي المشروبات الغازيه، خاصه المشروبات الغازيه، الحلوى لا باتيسري، ثاني لي جو اللي راهم فيهم بزاف لي برودوي شيميك، هادو ثاني تيأثروا. يعني باش نعرفوا باللي كاين العمل الغذائي، الاخطاء الغذائيه كما قلناها مع الاول. كاين الارهاق وكاين يعني المعدة هي أساس كل الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي وبالقولون. كل ما يدخل للمعدة سواء يتسبب بهذه الأمراض وإن كانت أغذية صحية، هنا هي اللي تمد طاقة وتمد. نعم، الغذاء لازم يكون صحي أفضل. وقلنا تاني السرعة في الماكلة، لو كان ناكلو بسرعة تاني هذا راح يأثر على الشراهة على وظيفة الجهاز الهضمي. نعم، نتحدث تحدثتي عن نقطة الميكروبيوت، نعم، فرط نمو البكتيريا في الأمعاء وعلاقته مع القولون العصبي. نعم، كل ما يكون خلل في هذا الميكروبيوت ولا لي بكتيري النافعة، البكتيريات النافعة راح يأثر كيف كيف على القولون. وهذه البكتيريات النافعة تكون فيها خلل كي نكونوا ستريسي، كي نكونوا في حاله ارهاق، كي نخلطوا الماكله، كي ناكلوا بزاف لي برودوي شيميك راح تاثر بزاف. يعني نعرفوا باللي فيه راهم عندهم علاقه اون اكسيون ديريكت سور لي تروبل دو فونكسيونمون دو توب ديجيستيف. فوالا دونك يفو تو فير، لازم نديروا كامل واش لازم باش نحافظوا عليها. قلنا أن متلازمة القولون العصبي هي مرض وظيفي وليس عضوي، يعني لا يوجد خوف من تطور أو من تطور المرض، ولا حديث هنا عن تحول مرض القولون العصبي إلى سرطان. لا لا لا، لأنه كولون عصبي يقعد كولون عصبي كما نقول لهم الكولون العصبي صامت مدى الحياة، يعني مزمن، مرض مزمن، يروح عنده فترات وين يكون المصراني يكون تانا في حالة راحة، وكاين مراحل وين يعاود يبانوا الأعراض، قلنا على حسب الأسباب، مي بصح باش الكولون عصبي يولي سرطان لا. على هذيك نقول لهم اللي عندهم أعراض تاع الكولون العصبي، اللي واحد عنده مرض تاع الكولون العصبي ماشي الكولون العصبي لا حيولي سرطان، ولكن لو كان يشوفوا بلي الاعراض ديالهم تغيرت ولا كاين دي سيمبتوم كيما مثلا يشوفوا حشاكم دم في البراز، ولا يشوفوا بلي ولا اللون تاعو اسود، ولا الالم، ولا ينوضهم من في النعاس، يتغيروا الاعراض. هنا لازم يعاودوا يشوفوا الطبيب باش يدير لهم كولوسكوبي، خاطر يقدر واحد عنده مرض تاع كورونا ويمرض الكانسير، يعني الكانسير تاع المصران عنده اسباب كثيره، ماشي الكولون العصبي اللي يولي ان كانسير، مي بصح كاين اي انسان فينا يقدر يبو ديفلوبي ان كانسير دو كولون. دونك هنايا لو كان اللي عنده مرض الكولون العصبي يشوف بلي الاعراض تاعو تغيرت، لازم يروح استشاره طبيه. هل فيه طرق علاجيه لمتلازمات الكولون العصبي؟ نعم، كاين طرق علاجيه، كاين كي يكونوا الاعراض المريض ما يتحملهمش، لازم ادويه، كاين اللي عندهم امساك، نمدوا لهم دواء تاع الامساك، خاطر شنو كان يقعدوا بالامساك راح يجونا لي كومبليكاسيون. شكون هما المضاعفات؟ سي لا مالادي ايمورويدير، البواسر، ولا لا فيسيور انال. دايوغ في رمضان بزاف الحالات تاع الامساك والبواسر. باش ما نوصلوش لي كومبليكاسيون لازم نداويو الامساك، لازم نداويو لا كونستيباسيون. اللي عنده اسهال لازم ادويه، خاطر ثاني اللي عندهم اسهال راهم يفشلوا، ثاني يقدر يديرونا اون انفلاماسيون تاع البواسر. كيف كاين اللي من الاسهال يديروا دي كريز ايمورويدير. هل يمكن يكون العلاج النفسي حل لمثل هذه الحالات؟ العلاج النفسي يعني بالنسبه للاعراض اللي هضرنا عليها. نعم، العلاج النفسي يعاون دائما. العلاج النفسي يعني لو بسيكولوج، ولا في بعض الاحيان نمدوا ادويه. نعم، ثاني نعاودوا نصلحوا الاكل ديالنا، يعني سي كاين فيه كيفاش نقولوا نضربوا في عده اماكن، في الارهاق مع لا بسيكوثيرابي، ولا في بعض الاحيان لازم الادويه. نعاونوا روحتنا بلي تيزان اللي يقدروا ينقصوا الغازات، كيما زريعه تاع البسباس، كيما النعناع، كيما لو رومارين، كيما لا كامومي، هذو كامل يعاونونا. نعاونوا ننظموا روحتنا في الاكل، نحو الحاجات اللي يقدروا يسببوا لنا الالم. كل مريض يعرف الحاجات اللي حتسبب له الالم. كاين كي ياكلوا الطرشي، كاين كيشربوا الكازوز، كاين اللي كيتكيفوا. دايوغ في رمضان كيما نقول لهم المرضى راهي يقدر فرصه باش واحد يحبس التدخين. يعني كاين بليزيوغ فولي اللي نقدروا نعالجوا فيهم. في بعض الاحيان المريض وحده يكون هو طبيب نفسه، يعرف الحاجه اللي ماشي مليحه ليه راهو يجتنبها ويتنحاولوا الاعراض. شكرا دكتور ملاك. لحقنا لنهاية الحصة، ربما فيه نصائح أو حلول أو اقتراحات لتفادي أو للوقاية من مرض القولون العصبي. نعم، نصائح تاعي اللي دائما نوصي عليها المرضى ديالي هي الماء. لازم تشربوا الماء بزاف، على الأقل 2 لتر بين في رمضان، بين الفطور والسحور، ولا في الفطار لازم هذه الكميه يديروها، بين 8-10 كيسان. عندنا ثاني الرياضه، ما ينساوش الرياضه، يجتنبوا الضغوطات، ما ياخذوش كل حاجه بجديه، حاجه اللي ما عندهاش اهميه ما يتاثروش بها. وثاني ننصحوا لي فيبر اليمونتير، حاب يقول الالياف المعدنيه، الفاكهه. ثاني ننصحهم سحب كميه ما يكثرش منها، كيفاش يقول لهم المكسرات، لي زاموند وكامل هادو ينفعونا بزاف. وما يخافوش من المصرعن، ياخذوه يعيشوا معاه، لانه كون عصبي يعود يعرف الحاجه اللي لازم له، يعني يكونوا يدي دغاماتيز، ماشي حاجه، ماشي مرض خطير. شكرا دكتور ملاك، شفيقة ملاك، طبيبة مختصة في أمراض الجهاز الهضمي والمعدة، شكرا لوجودكم معنا في الحصة. كلمة أخيرة. شكرا للحصة اللي راهي مهتمة بصحة الناس، هذه حاجة مليحة خاطش الوقاية أفضل من العلاج. شكرا دكتور، ومرة ثانية رمضانكم كريم، نتمنى الشفاء لجميع المرضى. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامج A Votre Santé. نذكر أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يعتبر في الكثير من الأحيان وقاية وعلاج في نفس الوقت للكثير من الأمراض، إن لم نقل كلها. دمتم في صحة جيدة، وإلى اللقاء.